الحقونا الحقونا. اتصرف يا خفيف. اعمل ايه؟ اطلع بالمنتاد، هنروح في دهية، احنا هنخبط في العربيات يا بابا. يا خبر، حاسب. الحمد لله. هيوقع تاني. واحنا مفيش معانا جاز كفاية. كله بسببك، كله بسببك. ارجع لورا، انا معايا مسدس. والمسدس دي اللي ودانا في دهية. ونرى الآن وادي الملوك وهو يقع بلاش يقع دي يا ريس وهي أبوك. أيوة صح، بلاش يقع دي. وادي الملوك موجود. وانت بتعمل ايه؟ أصل الكلام عن الأثار بيهديني. احنا لازم نتصرف يا غالي. احنا عايزين حد ينط من المنطاد عشان نطلع تاني في الهواء. طيب يلا نط، نط انت. انا معايا مسدس بقولك. وجهة نظر سليمة ومقنعة في الحقيقة. انا مش عارف اعمل ايه والجاز بينقص. حد معاه جاز؟ خليني اكلم عبدون يمكن يعرف يقول لي حاجة. ايدي محفظتي والموبايل مش لقيهم. اتفضل. طب ومحفظت انا ده عشان الظروف الخاصة بس. ايوة طيب ماشي. اما وادي الملوك فموجود ايضا في البر الغربي من النيل. ما بيردش. هات الموبايل، انا هكلمه تاني. بص، املى المنطاد هوا بس مش قوي وخليه ينزل بالراحه. مفيش نزول هنا، انا عايز اروح الناحيه التانيه. يا راجل وهي دي حاجه بايدينا؟ البوليس هيقبض عليا لو نزلنا هنا. وهو البوليس فين؟ ما بعد خلاص. سامع يا خالي، البوليس جه. يبقى لازم تطير. طير. تمام يا فندم، احنا لقينا المنطاد اللي حضرتك لمحته وهو بيطلع وينزل. طب خلي بالك يا هاني بيه، اكيد المنطاد ده فيه سياح اجانب. تمام يا فندم، تمام. جاري التعامل سعادتك.